تطبيق ضرورة الاستظهار بالجواز الصحي، إجبارية الاستظهار بالجواز الصحي، جواز التلقيح في كل المؤسسات العمومية والفضاءات العامة. تقريبا أصحاب المطاعم وأصحاب المقاهي أقروا بأنه استحالة بالنسبة لهم أنه يتم تطبيق هذا القرار. ماذا عن المساحات التجارية الكبرى؟ يحضر معنا في المباشرة الهادي باكور رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى تابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. سي الهادي مساء النور. مرحبا مستمعين ديوان أفاق. شكرا سي الهادي. تطبيق الباس فاكسينال في المساحات التجارية الكبرى، استعديتوا مستعدين ولا أنتم زاد رافضين؟ لا مستعدين ونطبقوا القانون. احنا معناتها في الغرفة نتاعنا العادة اللي هي ديما نطبقوا القانون ولو احناش موافقين عليه نطبقوا. معناتها متمسكين بتطبيق القانون، عملتوا معناتها الإجراءات اللازمة؟ عندكم شكون باش يراقب؟ كيفاش باش تصير العملية معناتها؟ كل حريف اللي مش يدخل المساحات التجارية اللي تابعة للغرفة بتاعنا يتم معناتها فيريفيكاسيون تاع الباس سانيتير كما يقول مرسوم عدد واحد. معناتها عندكم أعوان باش يقوموا بالعملية هذايا؟ وهو كذلك. باش يكونوا موجودين في المساحات الكبرى التابعة للغرفة؟ مش يكونوا موجودين قدام المدخل بتاع المساحات التجارية، ويكون فما تثبت من الجواز الصحي وتثبت من الهوية. ولا مجال للدخول معناتها حتى شخص ما عندوش معناتها الباس سانيتير معناتها. احنا نعملوا مجهودنا باش ما يدخل حد، واللي متخوفين منه هو تكون فما شويه فوضى على خاطر الحرفاء، ممكن فما بعض الحرفاء اللي هما ما في عندهمش ولا رافضين القرار. واحنا المشكله تاعنا يعني هو ما عندناش كيفاش نجموا نطبقوا معناتها بالقوه، ما عندناش معناتها الامكانيات نتاعنا، بقينا نحاولوا نرشدوهم ونفهموهم الوضعيه. فما معناتها بضع من الايام اللي مش شويه هكا تشنج وشويه واحد كل شيء معناتها يظهر لي اللي بعد المده هذه بعد الفتره هذه القصيره الناس الكل يوليو يتفهموا ويحضروا انفسهم باش يستظهروا بالجواز التلقيح. وكما صار في كل البلدان في العالم عندنا ما فماش مشكل في الحكايه هذه، فما شويه على الاول شويه حكايه معناتها نقص من التفاهم، وبعد كده الناس الكل يفهموا الوضعيه زي ما تكون هكا، واللي هو في صالح المجتمع التونسي راهو مش حاجه اخرى. صالح الناس الكل هو في الاخر. معناتها سي الهادي انتوما صالح الناس الكل باش تعاولوا على الجانب هذاك وتفهموا العباد وعلى الجانب التوعوي، معناتها باش تعاولوا عليه بصفه كبيره غدوه للناس الرافضه انها تدخل الى المساحات التجاريه. احنا معناتها ما احناش موافقين خاطر فما تدرج كان يصير في القرارات، خاطر الهدف نتاعو هو باش التوعية الشعب التونسي باش يمشي يلقح نفسه معناتها ماهوش حاجة أخرى. احنا مشينا معناتها فتنا، فما كنا نجمو نعملوا آليات أخرى تدريجية بشوية بشوية حتى نوصلوا لهذايا المرسوم هذايا. بقينا معناتها احنا حتى كان ما احناش موافقين على القانون طبقوه. واضح. شكرا جزيلا سيد. نفكرك اللي تفضل المساحات التجارية الكبرى معناتها طبقوا التباعد وإجبارية حمل الكمامة والجيل ودرجة الحرارة واحد كل شيء، معناتها تجم تقول أكثر وحيد اللي هما طبقوا القرارات الموجودة من قبل توا منذ قرابة السنتين، خاطر احنا نحكيو على العملية هذه من مارس 2020 وطبقنا
واحد معناتها تجي تقول اللي كنا مثاليين في التطبيق وكان معناتها كافي وكنا نجمو ندرجوا اكثر شويه في القرارات اما مثالش احنا اذا كنا نتفهموا الوضعيه وعلى كل هو لصالح التونسيين كل البلاد التونسيه ان شاء الله ربي يحمي الجميع. شكرا سيد الهادي بكور رئيس غرفه اصحاب المساحات التجاريه الكبرى، شكرا لك على هذه الايضاحات. سيد الهادي يقول لكم ما بارتير من غدوه باش يطبقوا القانون، يحاولوا انه لماكسيموم معناتها يفهموا الناس بضروره انهم يستظهروا بالباس فاكسينال نتاعهم مش يدخلوا الى المساحات التجاريه الكبرى، قال كذا في صالح الناس حتى كان احنا مانيش موافقين عليه لكن رانا باش نطبقوا القانون. مرحبا بكم 8:30